السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كثير عمي الطيب، لباس عليك؟ لباس بنتي، الله يبارك فيك. كثير الوليدات لباس بخير؟ الحمد ربي ونشكر بنتي. عمي الطيب عافاك، بغيت نحكي لك غير القصة ديالي الله يخليك. إيه بنتي تفضلي. عمي الطيب، أنا من صغري يعني عندي الخوف بزاف. إيه؟ كما كنقولوا كما كتقول أنت يعني دمي حلو، كما كتقول يعني العين عندي العين بزاف. لا إله إلا الله. يعني اللي شافني سبحان الله ربي عطاني يعني شوية حقي من كيف نقولوا الجمال، ولكن اللي شافني تيقول يعني راك عارف يعني تعجب الإنسان. أيها بنتي الله يصلحك. عمي هادشي تأثر فيا بزاف، يعني في حياتي فزت 12 عام صابت واحد المشكل ديال تأكل الغضروف. لا إله إلا الله. متقبلش راسي في هذاك مع صغر السن وداك الشيء، راك عارف مع المراهقة وعارف مع مقارنتك مع البنات اللي قدك وداك الشيء ما كتقبلش نفسك. لا إله إلا الله. المهم فاش زدت كنكبر وداك الشيء وعرفت بأن قدر الله سبحانه وتعالى وليت يعني تقبلت الموضوع. نعم. ولكن عمي الطيب فاش درت 21 عام جاني مرض الوسواس القهري بكثرة داك اللوم اللي كنت كنلوم نفسي، كنت كنبكي بزاف وكان كيعجبني صوتي وداك الشيء، يعني جاني مرض الوسواس القهري. أيها بنتي. أثر عليا بزاف، يعني جاني في الاغتسال، جاني في الصيام، كنخاف من الصيام يعني لدرجة أنه بغيت نمشي رمضان كيخلعني بزاف، يعني تنقول أنت غير كمل رمضان استغفر الله العظيم. لا إله إلا الله. الكلمة. لا إله إلا الله. يعني كيأثر فيا حتى يعني الأيامات اللي كتبقى تسالني وداك الشيء، كنبقى يعني على طول العام كنقرب بشوي بشوي، نهار اللي نفكر أنني غنصوم هذاك النهار كيجيني واحد الخوف شديد. الله يحفظك. النهار اللي كنبي مثلا نغتسل غير من مثلا العادة السرية كيكون عندي واحد الخوف في هذاك النهار، يعني لا يعني واحد الخوف ما نتصورش ليك، يعني لا إله إلا الله. كيقبضني في الصدر ديالي. لا إله إلا الله. عمي الطيب، أنا كيضيق عليا صدري بزاف وقلبي دائما محلق عليا، دائما كيدورني راسي بزاف كثرة داك الوساوس اللي كتجيني. إيه. هاد اليومات قررت اليومات قلت يعني دابا سنين وانا مريضه بهذاك، يعني مش كناخذ الدواء كنولي شويه وكنتاع الدواء كنرجع داك الشيء. هاد اليومات قلت انا غادي نقطع هاد الشيء كاع، يعني كنسمع البرنامج ديالك الدكتوره امال الدكتور دريبي، يعني قلت خصني نحاول يعني نتكل على الله سبحانه وتعالى وربي معايا. إيه. يعني عمي مده واحد الشهر يعني وليت كنحس واحد 70% انني تحسنت بزاف، يعني كنعس وانا ضاحكه، كنفيق وانا يعني عاجبني الحال، يعني وليت كنقوم داكشي اللي قدرت عليه، يعني كنصلي في الليل داكشي اللي قدرت، كنقرا القران هذه 15 يوم. واحد النهار جات حتى جاني في بالي ان شكون هو الله. نعم. كيفاش خلق هذا الكون، علاش خلق هذا الكون، فاش كنبقى نقنع راسي الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء لحكمة، كل شيء يعني ربي عالم به، كيف نقول له علاش، يعني واحد الصوت في نفسي يقول له علاش كاع هاد الشيء وعلاش هاد العذاب وعلاش. واش فهمت يا عمي الطيب؟ يا بنتي فهمتك. اثر فيا وعندي واحد الضيق في صدري بزاف، قلبي معلق بزاف، كتجيني الدوخه ذكر التفكير، ما عرفتش شنو غادي ندير، بغيت شي حل، ما بغيتش تطول معايا هاد الفكره، ما بغيتش انا تكون في هاد الضحكه في هاد الكبد، يعني التجا الله سبحانه وتعالى. وليت كنسمع اي واحد مثلا كيهضر على الله او انت او شي حاجه كتجيني غريبه، يعني بحال عمرني ما صليت ولا عمرني ما عمرني ما قريت القران، واي ايه كنقرا في القران كنقول علاش هادي نزلت هكا وكيفاش هادي نزلت هكا، علاش ربي كيقول هكا، يعني يا عمي الطيب. يا بنتي. حيت كندير لا مبالاه كما قلتي انت، وكان ما كنديش على هذا الشيء، كيقول لي واحد الصوت لا انت باغا هذا الشيء، انت مقبله هذا الشيء، يعني واش فهمت يا عمي الطيب. الله يحفظك بنتي فتيحه، الله يحفظك يا رب ويصلح شبابك. لا اله الا الله. طيب يعني سمعت واحد جوج نساء هضروا معك يعني الاسم ديالهم فاتحه وصلت ليهم، يعني عجبني الحال بزاف،
كنقول يعني ربي راه مادام عطاني هاد الابتلاءات فهو مخبي لي شي حاجه، وكنطلب الله سبحانه وتعالى تستعد بالله من الشرك من الضلال. ان شاء الله بنتي يا رب، ان شاء الله انت راكي منوره رغم هادشي كل اللي وقع لك، راك فيك واحد النور جميل، وان شاء الله غتكوني فاتحه خير على نفسك وعلى اهلك وعلى كل من حولك. شكرا لك بنتي فاتحه. يعني طيب يا رب ما بزاف تعلينا الوالدين ديولي عندهم الطنسيو شويه وكنت علينا عارف كان طيب، والناس يقولوا امين لان في مداش حتى نقول حتى انا امين، راني من المتتبعات ديال البرامج ديالك عمي الطيب. شكرا لك بنتي، شكرا لك. وكجواب لفاتحة على هذا الكلام، فاتحة المشكل اللي وقع لك بنتي هو مشكل ديال كل فتاة في هذا السن. هذا السن عادة كيوقع في واحد المجموعة من التغيرات الفيزيولوجية والسيكولوجية. فتاة صغيرة كتدخل سن المراهقة كتعود امرأة إن فام ملي كتبلى قبل باقا بنيه صغيره ولات امراه. غالبا بعض كنسمعوا بان الشباب والشابات كيوقعوا في مثل هذه الممارسات، ممارسات ديال العاده السريه او غيرها كيوقعوا فيها في هذا السن، وهي محظوره لان عندها عواقب خطيره جدا. اسهل العواقب ديال العاده السريه للذكور والاناث انهم كيتصابوا بالوسوسه، عندها عواقب كثيرة صحيا بدنيا نفسيا في الوقت في القوة في المدارك في العقل في، ولكن أخطرها الوسوسة. اللي يشتكي ديال العادة السرية ذكر أو أنثى عرفوا بأنه سوف يواجه شبح الوسوسة، بخلاف ذاك اللي كيكون في واحد الوضعية اللي هي مريحة وكان متدين كيعطي الثقة بالنفس. شتي ملي كتكون في سن المراهقة وكتجيك الشيطان كيبغي يقول لك دير هذا دير كذا، عيش ايامك عيش لياليك، خلي شبابك يفرح بيك، دير كذا دير كذا، انت كتقول لا اعوذ بالله، هذا شيء الا كان مباح نديروه، الا كان حرام لا اقربه. ملي كتصارع نفسك كتجيك شاقه الصبر، كيجيك واحد المعاناه، ولكن من بعد اش كتكسب؟ الثقه بالنفس. كاين رجال عندهم الثقه بالنفس منين جابوها؟ اللحظة ملي كانوا في سن المراهقة ما وقعوش في هاد المحرمات. وكاين نساء مرو قادة عندها قوة شخصية منين جابتها؟ ملي كانت في سن المراهقة ما وقعتش في كذا. هو بنتي فاتحة الإنسان محدود في الحياة، كل محطة في العمر لها ابتلاءاتها. السن ديال 15 16 18 سنة كيكون فوران جنسي عند الشاب والشابة، لا ينجو منه إلا من رحمه الله، كيوقع عليه واحد الرغبة في الجنس الاخر، خصوصا في عصرنا مازال ايام زمان كان اللحيه وكانت الامور مضبوطه. اليوم مع وسائل التواصل الاجتماعي ومع المواقع ديال الالكترونيه اللي فيها الاباحيه وغيرها، ولا نادرا ما نجد الشاب او شابه يسلم من هذه الامور. فهذه اول خطوره كيتعرضوا لها الشباب هي الغريزه الجنسيه. هنا الشاب خاصو يملا الفراغ وخاصو يلعب واحد الرياضه تكون مهمه، كل ما حافظ على الرياضه كيكون دائما يقظ، ثم يحافظ مع العائله في الصلاه، الصلاه يحافظ عليها لان الصلاه ديما تذكروه فيما كيوقع شي خطيئه الصلاه المواليه تؤنبه، يعاود يوقع في خطا الصلاه المواليه تؤنبه، وهكذا غادي يبقى تأنبه الصلاه تأنبه حتى غينضبط الزز منه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ملي قالوا ليه واحد الصحابي يفعل كذا وكذا يزني، قال لهم هل يصلي؟ قالوا نعم. قال اذا اتركوه فان صلاته ستنهاه عن الفحشاء والمنكر. اخليه مادام هو يصلي راه مضارب مع نفسه، راه ماشي كيدير فيها شوقا هذيك البليه، وانما راه مضارب مع نفسه. مادام يصلي ويحافظ على الصلاه اتركوه فصلاته تنهاه عن الفحشاء، ستنهاه عن الفحشاء والمنكر. بنتي فاتحه ملي كنتزوجوا 18 سنه وكتضعف الغريزه الجنسيه ذاك الرغبه القويه، كندخلوا 21 22 كتجينا حاجه اخرى، ابتلاء اخر، وهو اللي وقعتي فيه، وهو التساؤلات الميتافيزيقيه فلسفيا. من هو الله؟ وكيف هو الله؟ وهل هناك حقا اله اسمه الله؟ وهل هذا الوجود خلقه اله ام خلق بالصدفه؟ وما حقيقه القران؟ هل هو حق كلام الله
أم مفترى؟ وما حقيقة النبوات؟ هل حقا الأنبياء هم أفراد خلقهم الله وبعثهم من خلقه، أم مجرد أناس ذكروا أفكار وداروا زعمات ووجهوا المجتمعات؟ هذه كلها أفكار كاينة عبر التاريخ وتبقى إلى يوم القيامة، لكن كاين هناك بعض البشر الله يغفر لنا ولهم قرأوا شوية الفلسفة وبدأوا يفسدون شبابنا وعقولهم. ناس الله يسترنا كنقرأ لهم بعض مرات أو كنتابعهم على مواقع التواصل الاجتماعي، قرأ شوية الفلسفة ولا فيلسوف زمانه وكيطلق الشعر ديالو وكيبدأ ينظر إلى الناس من عالٍ وكيبدأ يتكلم على مواضيع كبرى مفادها في الأخير هو التنصل من القيم الدينية. هذا خطر، خطر شديد. أي نعم كاين هناك انحرافات، كاين هناك خلل في فهم القضايا الدينية، كاين هناك سوء تنزيل القيم الدينية. نعم أنا معك أنك تصحح لنا طريقة التفكير وطريقة السلوك، لا أن نضرب بالقرآن والسنة عرض الحائط. فتيحة بنتي أمثالك كثيرات، وحتى الشباب كثيرين كتلقى عنده كيجلس كتجي هاد الوساوس شيطانية من اللي كيمشي يقلب في الانترنت إلا كان محظوظ كيلقى شي علماء أجلاء أو عالمات جليلات كيعطوه المعاني والدلالات كيطمئن قلبه، إلا كان غير محظوظ كيطيح في شي مواقع أخطر مما كانت تدور في ذهنه. يا ما تلاقيت مع الشباب من اللي يقلب في الانترنت هو كان عنده الشك طاح في مواقع ديال الملحدين فصار ملحدة والعياذ بالله، وكاين اللي وصل إلى مرحلة الانتحار. يلا دي واحد المدة قليلة واحد الشاب انتحر وكان من هذا القبيل أن عنده الشكوك، عوض أنه يمشي يقلب عند العلماء وعند الصالحين اللي يعطوا الكلام الواضح يطمئن قلبه كان متمرد. لا أنتم ما تفهموش، أنتم رجعيين، أنتم جيب لنا فكر ظلامي تاريخي طوباوي، ومشاك يقلب على فلاسفة آخرين وبدو يتكلموا على الحرية الفردية وعلى منطق العقل وعلى القطيعة مع الماضي وعلى كذا، وبقى معهم سار معهم واحد اللحظة حتى ولا بغينسى مشى دخل الحانة شرب الخمر ثم دخن لم يكن دخن واستعمل مواد سامة ثم ارتم في أحضان الفاسقات والعياذ بالله، ثم بعد ذلك شعر باليأس بالقنوط وصعد الطبق الثالث وتلحم الفوق ومات. كان أقل من اللي مات العائلة قالوا واش يغسل واش يصلى عليه واش يدفن في مقابر المسلمين. بعض الناس كانوا عارفين كيتحاوروا معاه قالوا هذا راه غير مسلم. لا هو مسلم، هو كان مغلوب على أمره، هو لم يجد من يوجهه، هو لم يجد من ينصح له، فطلبوا لي الرحمة والمغفرة. فبنتي فتيحة أنا ما نخافش عليك، أولا أنت عندك واحد النصيب قوي من الإيمان، المصطلحات اللغوية اللي تكلمتي بها الضلال الهداية الفتح هذه كلها دليل على أنك الحمد لله أنت مباركة وأنت عندك طبع، عندك طبع بأنك مؤمنة. الشرك يوقع لك فتنون، فتنون مثل قطع الليل المظلم سرعان ما يشرق يوم جديد وتروح لحالها، واسمك فاتحة فعلا أن الأسماء عند الدلالة قوية مع أصحابها فاتحة معنى أن الفتح الرباني والصلاح والبركة وتسير. أنت فتحة منظورة دمك حلو يعني منظورة، كي اللي هو منظور متبوع، اللي شاف راسه بأنه منظور ومتبوع وكتشد فيه العين في هذه الحالة خاصه دائما يرقي نفسه في الصباح والبكير في الصباح والمساء بقراءة الإخلاص والمعوذتين 3 مرات يوميا، أعظم طريقة للرقية. الرقية يرتقى وحفظ وحسن حصين. نقرأ دائما الإخلاص والمعوذتين 3 مرات في الصباح والمساء، وغنكون إن شاء الله في غنية عن ذلك. بنتي فتيحة الله يحفظك ويصلح شبابك وينور طريقك، وغنقول لك فتيحة كل ما كان عندك هناك مشكل في الصراع مع النفس عليك بالاستغفار ولنكثر جميعا من الاستغفار. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.